وصلنا في رحلة مساحتنا القانونية لليوم، وأكيد تفترض المجتمعات ضمن الزمن الحاصل في تطور حتى على القانون ضمن طبعا الظروف المهيئة له، وتبقى حالة التوازن والتفاعل موجودة دائما على المستوى الاجتماعي ليكون النساء والرجال عم يشعروا بالأمان والعدل والمساواة من حيث الحقوق. طبعا نتمنى هذا الشيء. لنحكي أكثر عن الطلاق وحضانة الأطفال والنفقة. معنا اليوم المحامي أحمد دعبول. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك يا هلا. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير استاذ. صباحك هلا. اليوم عم نحكي عن موضوع جدا مهم، في كثير اشارات استفهام من قبل كثير من الاشخاص عليه، اللي نحن دائما بنتمنى انه ما يصير طبعا زينب ويصير هذا التفكك باي عائله. فاليوم بالبدايه الطلاق، دائما السؤال الاول حضانه للام وللاب، دائما هذا اول سؤال. صحيح صحيح صحيح. هلا الحضانه من حيث المبدا كل شخص بيقول هي الحضانه الي او انا الاحق بالحضانه وانا فيني صون الطفل اكثر. الحضانه هي من حيث المبدا في القانون هي حق الاب وحق الام، لكن بالدرجه الاولى هي من حقوق الطفل في الحصول على تربيه وتنشئه صحيحه، في الحصول على تعليم، على تطبيب، على مساواه، على كافه الامور اللي بتنشئه التنشئه بتخوله يكون حدا صالح، حدا خير، ذكر او انثى. ونحن عندنا قانون الأحوال الشخصية بسوريا تعرض لكثير من التعديلات بدءا من ما قبل عام 1949 اللي كانت تحكمه مجلة الأحكام العدلية أيام العثمانيين لحتى العام 1949 صدور قانون الأحوال الشخصية. ونحن بنعرف أن قانون الأحوال الشخصية هو مستمد من الشريعة الإسلامية، وطرأ عليه عدة تعديلات بالسبعينات، طرأ تعديل بالعام 2003، طرأ تعديل وآخر تعديل كان هو بالعام 2019. من خلال استطلاع على التعديلات اللي صارت عندنا منلاحظ أنه سن الحضانة دائما يعني عم بيحاولوا يكون في مصلحة المحضون، تحقيق مصلحة المحضون في الحصول على التربية السليمة والصحيحة. يعني بدءا كانت مثلا الحضانة أولا 5 سنوات بسبع سنوات، 5 سنوات للذكر فسبع سنوات للأنثى، تغير صارت 7 سنوات بتسع سنوات، تغير صارت 9 سنوات ب11 سنة بين الذكر والدائما الأنثى هي الحد الأكبر. آخر تعديل بالقانون رقم 4 على عام 2019 اللي صدر اللي ساوى سن الحضانة هو العام 15 سنة واللي حددوا 15 سنة للذكر والأنثى، 15 عام للذكر والأنثى. وكان التعديل الكبير اللي اختلف عن كافة التعديلات السابقة نحن عندنا بالجمهورية العربية السورية، من حيث سابقا كانت الحضانة للأم ثم أم الأم يعني الست أو الجدة، لكن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية سوى الحضانة من الأم ثم للأب. المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية صار كانت فيما سبق الأم ثم أم الأم، لكن حاليا نحن بالقانون الأحوال الشخصية الساري الأم ثم أم الأم ثم الأب عفوا ثم أم الأم فإن علت ثم أم الأب فإن علت واستكمالا يعني لهم. وهي خطوة يعني كانت فعلا جريئة وحقيقية، لأنه قد ما كان أكيد رح يكون في عاطفي، أكيد رح يكون في يعني حرص من الجدي، لكن لن تكون كالأب. هون في وجهة نظر شخصية واللي كثير من الأشخاص يعني بأيدوها أنه الأب يعني بيضل أولى بالحضانة، اللي كانت هي نقطة على سابقة ضمن القانون السابق قبل التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية. نعم. طب خلينا نحكي، مع أنه حكينا عن الحضانة، النفقة كمان هذا سؤال شائع دائما عن النفقة. صحيح صحيح. وهلأ بهي الظروف كتير مفروض الواحد يسأل عليه، مين بيحددها للنفقة؟ مين المسؤول عليها؟ على النفقة أولا يعني شو كيف تحصل النفقة؟ تحصل النفقة بمجرد انعقاد الزواج، يعني بالقانون النفقة كل إنسان ينفق من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها، وتستحق الزوجة النفقة من تاريخ انعقاد الزواج وإتمام عقد الزواج. في حالات بعدين اللي هي مثلا طلاق او اللي بتسحق فيها النفقة. مين بيحدد النفقة؟ القضاء طبعا حسب حالة الزوج، حسب يسره او اعساره للزوج. يعني ممكن تختلف من زوج الى طبعا آخر. طبعا ممكن يعني المتعارف عليه ممكن يكون 8000 10000 12000، لكن ممكن توصل ل 50000 بحسب حالة الزوج باثباتاته ضمن القضاء انه هذا الزوج له مدخول مادي. هون يعني غير نفقة الزوج، يعني هون عم نحكي عن نفقة الزوج فقط، لكن كمان في نفقة الأطفال كمان بيقدرها القاضي بحسب حالة الزوج. يعني مثلا عندنا زوج ممكن يكون راتبه 70000 ليرة اللي هو بس خلينا نسميه وسطيا تقريبا 70 أو 60 ألف ليرة حاليا راتب موظف. طب مو معقول القاضي يحكم للزوجة ب 15000 وللطفل 15000، طفل ثاني 45 باقي له 5000 بيروح آخر شيء. طبعا هو بده يحكم بحسب حالة الزوج وإيساره في الدخل. ونفقة الأطفال هون ضمن الحضانة بتوجب قانونا بعد الحصول في حال طبعا لم يتم سقوط الحضانة، هون رح يحكم القاضي فيها. هلا استاذ احمد كمان بنسمع انه الزوجة حق الحضانة لها
وهي على استعداد لتربية الأطفال، لكن ماديا هي غير قادرة، يمكن على ما في يمكن ممكن سكن ثابت بالإيجار مثل ما بنقول، ممكن ما عندها راتب ثابت. هون هل تسقط عنا النفقة الحضانة عفوا؟ لا، هلا الحضانة الآن في نقطة كثير مهمة بينوه إلى بعد حصول مشاكل زوجية ما بين الزوج والزوجة، ممكن كثير من الأحيان الزوج يكون هو متمسك بالأطفال ويخليها بعد مثلا ممارسات غير أخلاقية كالضرب كالتعذيب كل أي ممارسة كانت، يكتبها تعهد للزوجة أنه أنا بتنازلك عن حضانة الأطفال، ممكن يقول لها أنا بعطيك، ممكن حتى يعني في أزواج يقول لها خدي مصاري خدي بيت وعطيني الأطفال. النقطة بأنه لو تنازلت الزوجة عن حضانة الأطفال، لأن الحضانة هي من النظام العام لا يجوز التنازل عنه. تمام. عدا عن ذلك، حتى غير موضوع التنازل، حتى لو كانت الزوجة مثلا أحد الأسباب سقوط الحضانة عنا هي تزوج بأجنبي غير محرم للمحضون، سقطت الحضانة عنا راحت هون عنا للأب. لكن إذا طلقت الزوجة من زوجها خلال عمر الحضانة يحق إلى إعادة طلب الحضانة بالنسبة للمحضون إذا زال سبب حتى لو ما كانت ماديا قادرة. هلأ ماديا هون بترجع على القضاء، تحديد الناحية المادية بتم الرجوع فيها إلى القضاء. تمام. لتحديد النفقة للزوجة خلال فترة معينة ونفقة الأطفال. نعم. أي موضوع مختلف تماما، لكن احنا بنحكي بالحضانة، آلية الحضانة، إنه كثير بيقول لك إنه أنا تزوجت خلص راحت حضانة أنا ابني مني، راحت حضانة بنتي مني أنا. لا، أنت بالذات سبب السقوط، راح في عندنا عدة أسباب لسقوط الحضانة. مثلا ممكن يكون غير القادر على التربية، غير الأهل، ضرب الطفل، تعذيبه، عدم تعليمه، السفر فيه دون إذن الزوج الآخر، في عدة أسباب. لكن في حال زوال سبب سقوط الحضانة يتم رجوع الحضانة إلى المستحق لها قانونا. طب والطفل إمتى بيختار يضل مع الأب والأم؟ بعد تجاوز سن 15 هون بخيره القاضي في بين الإقامة عند الأب أو عند الأم. وفي حال امتناع يتم اللجوء إلى القاضي الشرعي لتنفيذ الأمر القضائي بحسب رغبة الطفل. لكن للحد 15 عام الحضانة للأم ثم للأب، بعد هالسن هذا خيروا القاضي في الإقامة عند أحد الوالدين. تمام. بشكل سريع أستاذ أحمد، لأنه يمكن الوقت ما كتير عم بيساعدنا، فاليوم شو هي يمكن المعوقات اللي بتواجهها الأم لحتى تحصل على حضانتها، أو إمتى بتسقط الحضانة؟ هلا المعوقات كثيره صراحه، وخاصه بالظروف الحاليه من غلاء المعيشه، من التربيه، الاقساط، المصاريف، وهذا بالنهايه اللي هي راح تعيشها حتى لو كانت عند الزوج بسبب هالظروف. هي ما راح تغير اذا كانت مطلقه او كان زوج متوفي او كانت متزوجه، هي الحال عام على كافه الناس. لكن الشيء الاساسي نحن عندنا يعني عدم الدخول في الطلاق، فبيقولوا ابغى دول الحلال عند الله الطلاق. أكيد. يعني وخاصه اذا كان في اولاد، في حال وجود اولاد هي عبء كبير، مسؤوليه، التزام، عبء غير يكون قانوني، عبء اخلاقي، انه انت عم تضحي بطفل ممكن بتنشئته الصحيحه، بتربيته التربيه الصحيحه، بوصوله، عم تضحي بمستقبله، انه انت ساعه ما عم تنشئه خلال العمر هذا انت عم تاسس له لمرحله سيئه، بيجوز عم تكون له فكر اجرامي الى حد ما خلال هالفتره هي. نعم. نحن بنتشكرك على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، وبنتمنى دائما يكون بيقولوا ابغض الحلال عند الله الطلاق. اكيد اكيد بنقول يعني ما بنتمنى حدا ابدا يكون فيه المشاكل، والاولاد يعيشوا بظروف صحيه وطبيعيه، وبنتمنى الوعي اهم شيء من كل الاهل. شكرا لوجودك معنا على المعلومات اللي اعطيتنا اياها، لانه مهم كل حدا يعرفها كمان. شكرا لك. شكرا كثير لك استاذ احمد، ومثل ما قلنا بنتمنى دائما يكون الطفل عايش بين اب وام وبظروف صحيه ونفسيه جيده. شكرا لك.